وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال العالم النووي محسن فخري زاد الأمر وصف الاغتيال بالفخ الإسرائيلي متوعدا بالرد على العملية في الوقت المناسب. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اشترط روحاني لعودة بلاده إلى الاتفاق النووي التزام الأطراف الأخرى بمسؤولياتها على حد وصفه. هذا ودعت الأمم المتحدة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني قد صادق الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش منشآتها بالرغم من معارضة حكومة روحاني لهذا القرار. في سياق موازن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران حيث أدرجت كيانا وأحد الأفراد على قائمتها السوداء. في سباق مع الزمن وقبل نهاية ولايته الرئاسية يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الضغط على إيران، واستكمالا لذلك تفرض إدارته عقوبات جديدة عليها. كيان إيراني ومديره وضع على القائمة الأمريكية السوداء، وتم تجميد أي أصول أمريكية لهم بتهمة المشاركة في أبحاث تطوير الأسلحة الكيميائية الإيرانية، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها. لا يتوافق ذلك مع الموقف المعلن للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي صرح لصحيفة نيويورك تايمز قبل يوم واحد فقط بنيته إطلاق مفاوضات جديدة بالتشاور مع حلفاء واشنطن. لكن إسرائيل وهي الحليف الأقرب لواشنطن لا يروق لها ذلك، فسارعت لإرسال رسالة تترجم موقفها بوضوح. نحن لا ندعم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، فالاتفاق معيوب وتسبب في دعم سلوك إيران السلبية في المنطقة وفي إفريقيا. لقد فتح الاتفاق النووي القفص أمام نمر لا يحترم القواعد، وشهد تمددا غير مسبوق لطهران في بلدان مثل سوريا والعراق. أما إيران وهي المعنية بهذا كله فقد ردت على تصريحات جو بايدن بمد يدها للمفاوضات. أيدينا ممتدة ومفتوحة لكل الجيران في الإقليم لبدء التواصل، وأنا على ثقة أن جيران إيران في المنطقة كروسيا والصين اقترحوا بدء التواصل أيضا. أعتقد أن بلدان الإقليم ستفهم ذلك يوما ما بمجرد انتهاء ولاية الرئيس ترامب. وفيما تحاول الإدارة الأمريكية الحالية ترسيخ سياساتها في المرحلة المقبلة وتجعل الطريق معبدا بالصعوبات أمام الإدارة الجديدة، تستمر إيران في إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وتحض الإدارة الجديدة على التخلي عما أسمته سلوكا مارقا لواشنطن. ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. في البداية ضعنا في صورة العقوبات التي فرضت على إيران، من وضع على قائمة هذه العقوبات الجديدة؟ أهلا زاهر. في الواقع يعني هذه العقوبات ربما هي الخطوة الأخيرة في التطورات المتلاحقة في الملف الإيراني الذي كان حاضرا وفرض نفسه خلال الأيام الماضية، وكنا في تغطية مستمرة له على شاشتنا. في الواقع هذه العقوبات لم تعلق عليها إيران، ولكن من اللافت أن يكون الشخص والمؤسسة التي فرضت واشنطن العقوبات عليها تتبع إلى مؤسسة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، والتي كان يرأسها محسن فخري زادة الذي تم اغتياله قبل أيام. الشخص الذي فرض عليه العقوبات وهو رئيس هذه المؤسسة، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية وقال وزير الخارجية الأمريكي أيضا مايك بومبيو أنها ضالعة بتطوير برنامج كيميائي للأسلحة الكيميائية في إيران، تتبع
إلى منظمة التطوير والأبحاث التي كان يرأسها محسن فخري زادة. بطبيعة الحال إيران تنظر إلى هذه العقوبات على أنها مراحل أخيرة في مرحلة دونالد ترامب، اعتادت على هذه الضغوط القصوى، اعتادت على هذه العقوبات التي لا تنتهي. هي تنظر ربما بدقة أكثر إلى الموقف الصادر عن جو بايدن، وكان لافتا أن تعكس وسائل الإعلام الإيرانية الموقف الذي صدر عن جو بايدن بشكل مفصل فيما يتعلق باغتيال محسن فخري زادة، عندما قال للسي ان ان بأن اغتياله سيعقد ربما المفاوضات مع طهران. نعم، شكرا جزيلا لك حازم كلاس، بالتأكيد سنتابع معك تطورات هذا الملف في يومنا